اهلا بحضراتكم مره تانية في صباح اون. يمكن احنا الفقره دي برضو بتحتل مكانه خاصه في نفوسنا. ليه؟ لانه زي ما عرضنا حضراتكم كده مجموعه من الشباب اللي حاولوا من فتره ان هم يقوموا بمحاولات تزيين وتجميل في البلد، زي مثلا محطه مترو الانفاق اللي عرضناها ايضا من خلال صباح اون، او من خلال بعض مثلا برضو فرق الشباب من كليات الفنون الجميله او من التربيه الفنيه اللي عمل مشروع زي مشروع الوان في النوبه، وغيرهم من الشباب المبادر. الحقيقه احنا النهارده كمان قدام مبادره شبابيه ونسائيه شويه كمان يغلب عليها يعني الطابع، مع اقتراب اعياد الربيع وشم النسيم مجموعه من الطالبات في كليه التربيه الفنيه بجامعه حلوان قرروا ان هم يقوموا بمشروع تخرجهم، بس يحولوه لشيء عملي ووسيله تجميل لايه؟ وطبعا بنتكلم هنا عن واحده من اهم واقدم الحدائق في مصر والشرق الاوسط تقريبا، هي حديقه الحيوان الجيزه، واللي تقريبا غابت عنها شويه اللمسه الجماليه في السنوات الماضيه طبعا فضلا عن تدهور بعض القطاعات الثانيه. فهم كمبادره منهم حاولوا ان هم يجملوا الحديقه ويخلوها كمان تستقبل الاطفال يمكن بشكل او بلمسه مختلفه، ويكون فيها الوان مختلفه، وكمان قدروا ان هم بالفعل يبداوا المشروع ده، وهوريكم شويه صور حلوه عملوا ازاي وغيروا شكل الحديقه ازاي، ولسه بيستمر المشروع. المشروع ده هنتكلم عنه وعن الطالبات اللي شاركوا فيه وعن كمان طموحهم وحلمهم لمستقبل المشروع ده وغيره كمان من المشروعات اللي نفسهم ان هم يعملوها. هنرحب في الاستوديو النهارده برانيا محمود، الطالبه بكليه الفنون بتربيه فنيه شعبه التثقيف بالفن، صح؟ صح. وهبه الله خلف، الطالبه ايضا بشعبه او بكليه التربيه الفنيه وشعبه التثقيف بالفن. اهلا بيك، صباح الخير، نورتونا. صباح الخير يا فنانات. صباح النور. في الاول خليني بس انا بشكرك ان انت صاحب فكره الفقره دي. لا، هم اللي بعتوا لنا، واحنا بندعو اي حد عنده مشروع بجد فني حلو في اي كليه بعتوا لنا، واحنا هنحاول بقدر الامكان ان احنا نساعده. بجد احكوا لي بقى عن اللي انتوا عملتوه ده. يعني هي زي ما حسام قال كده، هي الجنينه اصلا مفتقره، يعني اللمسات الجماليه ما كانتش كمان مفتقره لكثير من الحيوانات يعني. فانتوا عاملين الصور بشكل مور بروفيشنال، يعني بروفيشنال بزياده شويه، وشكل الجداريات او الحيطان بقت تحفه تجنن. جات لكم منين الفكره وليه طبقتوا مشروع التخرج بتاعكم يبقى على الارض كده؟ هو بدايه هو مش مشروع تخرج، هي ماده عندنا تربيه ميدانيه. تربيه ميدانيه سنه رابعه وسنه خمسه، واحنا في الفرقه الخامسه شعب التثقيف بالفن. فحبينا ان احنا ننزل السنه دي ندور على مكان يكون حيوي، يعني في كل طوائف المجتمع عامه واعمارهم وكده. احنا اخترنا كذا مكان في البدايه الاول، والاماكن رفضتنا يعني. احنا 14 بنت. مين اللي رفضكم؟ يعني كانت في اماكن يعني معروفه كده كنا حابين ان احنا ننزل فيها. زي ايه مثلا؟ قول. لا بلاش، يعني هم دلوقتي يعني عرفت لا هم عارفين ده. لا بس ممكن بعد ما يشوفوا شغلكم دلوقتي يعني اماكن عامه واماكن خاصه يعني. فهم رفضوا ده، حب يعني قالوا لنا لا انتوا هتبوظوا لنا المكان. لسه ما كانش فيه ثقه يعني. لا هتبوظوا لنا المكان والجانب المادي كمان. يعني كانوا باصين الجانب المادي ان احنا هنقلل الجانب المادي بالنسبه لهم. فيعني كان احنا 14 بنت في البدايه، وكان معانا الدكتور تغريد هي المشرفه بتاعتنا. فقعدنا مع بعض نفكر مش لاقيين مكان ان احنا ننزله، فجدتي اقترحت فكره لو جربوا تنزلوا حديقه الحيوان يعني. فعرضتها على الدكتور واصدقائي وكده، بس هم رفضوا الفكره. دكتور تغريد قالت لي لا خدي الجواب وانزلي يعني شوفي حاولي. فاخدت الجواب ونزلت لدكتور رشاد هو مدير العام الحديقه. رحب بالفكره جدا، يعني دي كانت بالنسبه لنا مفاجاه يعني. يعني احنا كنا بنجرب، فلا رحب بالفكره جدا وقابلني يعني مقابله حلوه جدا، وقال لي لا من تاني يوم انا مستنيكم تنزلوا تشتغلوا. والله طب فاجئنا من ده، لانه العقليه احيانا ما بتستوعبش الافكار دي في مصر. خلينا نقول ده قالها تاني يوم. يعني تاني يوم، وادانا كمان يعني مساحه جداريه كبيره جدا، 5 في 6 متر. احنا بنشوف معاكم اهو تحفه بقى، انا عجباني قوي الصور. بدأنا بجدارية 5 في 6 متر، دي كانت تجربة بالنسبة لنا كبيرة جدا. خوفنا ان احنا نعمل نجازف في الجدارية دي. قعدنا مع الدكتور تغريد وعملنا تصميمات هي دي كانوا 8 جداريات بعد كده اللي بدأنا بيهم. كانت أول جدارية بدأنا بيها كانت الشمبانزي. أول جدارية الشمبانزي اللي هو كان شمبانزي مع عندنا الشمبانزي يا شباب نشوفها. عملنا التصميمات مع بعض وخدنا الموافقة بتاعتها من دكتور تغريد. وبدأنا نشتغل فيها. كانت أول تكلفة لينا، كان إحنا اللي مكلفينها يعني، كان أول يوم.
بعد كده التكلفة كلها الحديقة هي اللي كلفتها بالكامل يعني. طيب التفاصيل كانت حلوة بصراحة حسام، أنا عجباني التفاصيل، الألوان يعني حتى من هم مش يعني مش معمولة كده أي كلام من غير التفاصيل، حتى جسم الحيوانات يعني هيطلع من الحيطة كمان شوية ما شاء الله، التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتبين الشغل فعلا كويس. طيب انتوا اول جربتوا على بتقولوا يعني جربتوا على جداريه واحده وخمسه في سته، دي بتبقى صعبه يعني، ما خفتوش مثلا ان انتوا ممكن تبوظوا الابعاد والدايمنشنز والحاجات دي ولا يعني عملتوا ايه عشان تطمنوا كمان ان انتوا هتعملوها بنسق صحيح؟ احنا في الاول بنجمع سكتشات وبنعمل سكتشات كتير وبنعرضها للدكتور، فالدكتور يعني قالت لنا اكتر حاجه مناسبه لينا ان احنا نعملها زي على المساحه دي. بعد كده احنا قسمناها، قسمنا برضو اجزاء في يعني الابعاد ديت بنعرف نظبطها، دوت اصلا شغل الكليه عندنا ان احنا ازاي نعرف نظبط الابعاد صح. فاحنا ظبطناها، بعدين كنا ال 14 بنت متقسمين اللي هو كل واحد بيرفكت في حاجه وهم اللي بيروحوا يعملها. يعني في بنات كانت متخصصه في العيون كانت بتظبط لنا العيون، في بنات متخصصه في الرسم الشجر والورق الشجر يعني ناس متخصصه بالرسم. يعني قسمنا نفسنا بالظبط يعني مش حد واحد يشيل الرسمه مثلا، لا لا لا, 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 لا احنا كنا ال 14 تيم واحد وكنا بنتعاون مع بعض كويس جدا. 14 واحده 14 بنت وطبعا بس اول امبارح، وطبعا برضه بالاشراف من دكتور تغريد هي برضه اللي كانت مساعدانا كتير. وزي ما هبه قالت بدانا احنا تكلفنا بكل حاجه، وبعد كده راحت الجنينه هي قالت لنا خلاص تمام انتوا كملوا هنجرب ولو عجبونا خلاص يلا احنا هنديكم ايه الخامات وكده، فطبعا عجبناهم جدا. وبعد كده بدانا بقى نعمل في سور المذبح، عملنا فيه 8 جداريات، اتقسمنا بقى كل بنتين كل 3 بنات، وفي بنات خدت الجداريه لوحدها. فالموضوع المسافه يعني المساحه نفسها اللي هي 5 في 6 ديت بالنسبه لنا بقى كانت صغيره. دلوقتي احنا حابين احنا نعمل حاجات اكبر، وبقينا فعلا ان احنا نتقسم ان في بنات خدت جداريه اكبر عن يعني كبير اكبر من 5 في 6 دي. يعني احنا بتاعك ايه؟ عيون شجر؟ لا انا في كله لا انا كله اشتغلت في كله ما شاء الله. وانت يا هبه؟ لا اشتغلت برضو في كله لان احنا جروب عامه بنكمل بعض يعني ده اساس شغلنا، لازم ما فيش حد بيبقى شايل حاجه لوحده، في حاجه ناقصه في جداريه حد بنكمل بعض فيها. طب احكوا لي كده الناس وهي بتعدي من جنبكم وانتوا بترسموا كده كانوا بيشجعوكوا ولا كانوا حاسين ان هي تطلع؟ لا كانوا بيشجعونا جدا، دي كانت اكتر حاجه بسطانا خلتنا ان احنا نكمل بسرعه. وكان حتى الكومنتات اللي هي متضايق، لا احنا ما كناش متضايق، لا احنا كنا بناخدها ان هي تحدي لينا اللي هو لا احنا هنثبت ان احنا عاملين حاجه. لازم مش حاجه تعدي من السهل. طب وبعد ما خلصت اول واحده بقى إدارة الحديقة والناس وردود الأفعال عملت معاكم إيه؟ أول جدارية خلصت تقريبا كانت فاتحة الماضي مظبوط؟ اتفاجئنا جدا، احنا كنا خايفين في البداية إن يعني الضجة تبقى مش حلوة، الإعلام بقى يتكلم عننا وطلبة وعمل وبوظوا الجنينة وكده عايزين الحاجات الحلوة. اتفاجئنا بصراحة، اتفاجئنا من ردود الناس. يعني احنا حسينا بنجاحنا في الأول لما شفنا الجمهور جاي وإقباله على الجدارية وإنه جاي يتصور معاها وبقى يقول لنا كملوا في الجنينة ارسموا في الجنينة كلها بالظبط، احنا مبسوطين من ده، فحسينا لا احنا نجحنا يعني، فحبينا بقى نكمل وما زلنا بنكمل في شهر 3 كله داخل الجنينه يعني. طب فكره اللي هي حسام انه ان انت تبقى عندك الثقه دي، ما احنا برضو المفروض ما نظلمش يعني، يعني انت دلوقتي لو مكان يعني مدير مكان عريق زي حديقه الحيوان ولسه بنات يعني لسه حتى ما تخرجوش ولسه في الكليه، ما برضو يعني انا بصراحه بحييه جدا. اصل مش مكان يعني خاص بالظبط بالظبط، هو عام او اللي هو محمد رجائي بصراحه لما العميد دكتور رشاد عرض الفكره عليه محمد رجائي رحب بالفكره جدا وقال لنا لا انا معاكم من الف للياء. بعد ما خلصنا الجداريه بتاعه الشمبانزي جم بصوا عليها اتبسطوا مننا جدا، بيقول لنا اختاروا انتوا انتشروا بقى في الجنينه براحتكم اي مكان عايزين ترسموا فيه جداريه يعني. فعملنا 8 جداريات بعديها يعني اللي انتوا عاوزين اللي احنا عايزينه، وخدنا بقى الثمان جداريات دول عند باب الرحلات اللي خارج الجنينه وداخل الجنينه بيشوف الثمان جداريات. الله. فاشتغلنا فيهم الحمد لله وعملنا فيها شغل حلو. الله، ده احنا دول عايزين لهم رحله كمان للولاد. طب عايز اقول لكم بقى بالظبط دلوقتي انتوا يعني المشروع ده المفروض هيخلص امتى او انتوا هتستكملوه ازاي؟ في اخر 3 ان شاء الله. اخر 3 كله هتكون خلصتوا الجنينه كلها يعني ولا بعض الاجزاء؟ على حسب ما بنخلص احنا بادئين في جداريات جديده دلوقتي،
ان شاء الله تكمل برضو تطلع بالمستوى اعلى من المستوى اللي فات. تاخد قد ايه مثلا كل جداريه؟ يعني هي اول جداريه بتاعت الشمبانزي خدت مننا شهر واسبوع. شهر واسبوع. بعد كده الثمان جداريات خدوا مننا شهر واسبوع لان كملنا فيهم في الاجازه بتاعتنا. يعني كنا بننزل في اجازه نص السنه دي ما كناش بنقعد في البيت يعني. فخلال الشهر ده متواصل بالظبط. خلال الشهر ده اشتغل في الجنينه يعني. كنا حابين فعلا الموضوع قوي. كنا لازم من 9 الصبح ل 9 بالليل. ف 9 الصبح 9 بالليل يا 12 ساعه يا الناس بتيجي وتمشي واحنا بنفضل شغالين يعني. لان ايام في الدراسه العاديه بننزل كل سبت. لكن في ايام الشهر المتصل بتاع الماده نفسها بننزل كل يوم. يعني بدايه من 1/3 ل 30/3 بننزل كل يوم الحديقه. بننزل نشتغل يعني. حتى دلوقتي الزوار اللي بيجوا الحديقه بيقولوا لنا احنا كنا شايفينكم لما انتوا واقفين على السقالات في الشمبانزي. فبينزلوا دلوقتي متابعين معانا يعني. وفي ناس بتجي لنا مخصوص. في ناس جايه مخصوص ان احنا بتقول لنا شفناكم على السوشيال ميديا وجايين نتصور معاكم. ودلوقتي بقى بيجوا يتصوروا معانا. دي تحفه. فاحساس حلو. ده ما هو ده احلى جزاء على اللي عملناه. ايوه طبعا. وانتوا النهارده معانا على التلفزيون في قال لك هيشوفوكوا. وبالتالي برضو طب نفسكم في ايه بقى يعني؟ يعني بعد ايه المشروع اللي جاي؟ نفسكم تعملوا ايه فين؟ يعني نفسكم ترسموا ايه فين؟ هي احلى حاجه خدناها يعني او حاسه بنجاحنا ان احنا بعد ما انتشرنا وبعد ما عملنا الضجه دي ابتدت بعد كده الكليات تطلع بعدنا. كليات الفنون وده اللي احنا كنا عايزينه بصراحه. ان كليات الفنون تستغل الدراسه بتاعتها في يعني في شوارع مصر يعني. أي. انزلوا جملوا شوارع مصر. فدي حاجه حسيتنا بنجاحنا اكتر يعني. احنا بدانا وهم طلعوا بعدينا. فدي حاجه حسيتنا لا احنا مكملين كمان ان احنا نكمل ده. وبنتمنى ان بكل الكليات واحنا كمان يعني ننزل الاماكن وميادين مصر كلها نجمل فيها. ما نسيبش يعني مكان غير لما نجمل فيه لان يعني ده دراستنا. فلو ما استغلناها صح خلاص. ده حلو الافكار انك انا كمان بترجمه يعني وطني قوي بالظبط. بقول يعني نفسي حتى تكون دي مبادره من صباح. يا ريت انه يا جماعه اتيحوا الفرص لطلبه كليه الفنون الجميله او التربيه الفنيه وغيرهم من الطلبه موهوبين بدل ما بنشوف احيانا خلينا نقول المهازل الفنيه اللي في شارع مصر ينزلوها باشراف يعني. في معايير معينه مع جهاز التنسيق الحضاري مع الاحياء بس تحلوا من الفرصه وسهل لهم الامور يعني. بعضهم بيشتكوا هي وانت بتقولي ان في اماكن كتير رفضت. طب ليه لا؟ ده مجهود تطوعي هما بيحققوا ده. السي في بتاعهم موجود. بيقدموا شيء فن جميل. السي في موجود اون بابليك ومش بيكلف كثيرا يعني. ده كمان كان تكريم ليكم. ده تكريم من وزير الزراعه علينا. وزير الزراعه. طب هو دي كانت حاجه يعني حلوه لينا يعني. حسيتنا برضو بنجاحنا اكتر ان في حد مهتم بشغلنا. لو ثقتنا جوانا زادت فعلا. قلنا هنعمل احلى من كده. بس ده يديكم دافع بقى ان انتوا تحطوا اهداف كتير قوي قدامكم. زي ما بقول دلوقتي السي في بتاعكم موجود يعني. روح حديقه الحيوان وادي السي في البنات موجود. تكريم من الدوله. اهتمام الدوله كمان باي حاجه بتبقى بسيطه بتطلع من بنات لسه صغيرين في التخرج. دي كمان لازم نشيد بيها يا حسام. بالتاكيد انه طبعا. اهتموا بيهم وانه شكروهم هم وكرموهم. يثقوا فينا واحنا طبعا. ان شاء الله هنقدي الثقه دي. ان شاء الله هتبقوا قد الثقه دي. ومباراة تانية يا رب. يا رب هذه المبادرة تستمر والعقلية تتغير وتتيحوا للشباب ينزلوا ينحتوا ويعملوا على الأقل يعملوا التماثيل اللي احنا كل أسبوع بنطلع بتمثال بق معروف. وعينيه غريبة كده. بتتابعوا انتوا الحاجات دي طبعا. احنا نفسنا حتى واحنا شغالين غصب عننا بيبقى في مننا تقصير في حاجة. دكتور تغريد بتبقى في ظهرنا بصراحة لا خدي بالك في حاجة مش مظبوطة في العين. فهي برضو يعني لازم الطلبة اللي يبقوا شغالين. بالظبط. الطلبه اللي بيبقوا شغالين لازم يبقى فيه. دي اول صوره انتوا عملتوها تحفه. ودي كمان بعد ما انتوا خلصتوا معايا. تسلم ايديكم بنات. ان شاء الله دايما توفقوا. انا حاسه ان احنا هنتقابل تاني قريب في مشروع كبير جدا بثقه من الدوله بثقه من الناس كمان ان انتوا ان شاء الله تقدروا تطلعوا حاجه احسن من كده بكتير. رانيا محمود طالبه بكليه التربيه الفنيه شعبه التثقيف بالفن. وهبه الله انا بشكركم شكرا جزيلا نورتونا. ان شاء الله بالتوفيق ونشوف لكم صور وحاجات ومشاريع جديده ان شاء الله. المشروع الجاي بقى صباح اون هيبقوا معاكم ويصور كمان هو باذن الله. باذن الله ان شاء الله. نورتونا مره ثانيه. هنروح لحضراتكم لفاصل وبعد الفاصل هنكمل معاكم ايضا فقرتنا من صباح اون. شكرا.